فجعنا في هذا الأسبوع برحيل شخصية من شخصيات المنبر الحسيني في يوم الأحد الفائت من هذا الأسبوع، ألا وهو رحيل الخطيب الحسيني السيد جاسم الكربلائي الطويرچاوي. هذا الخطيب عليه الرحمة عرف بناعي الحسين وناعي الطف، وهو علم من أعلام المنبر الحسيني، سطر اسمه بحروف من ذهب في سجل خدام أهل البيت عليهم السلام، حيث أفنى عمره الشريف في طريق خدمتهم، حيث بدأ الخطاب في سن العاشرة من عمره إلى آخر أيام حياته وهو ينعى الحسين عليه السلام وأهل البيت عليهم السلام، حيث كان يشارك في المجالس في دولة الكويت في آخر أيامه وتوفي هناك. ومن منا لم يبق في ذاكرته ذلك الصوت الشجي الأخاد الذي يأسر النفوس التواقة، حيث لا تمتلك أو حيث لا يمتلك الإنسان نفسه إلا أن يتفاعل معه بالحزن والأسى لما يضيف صوته الشجي من الألم واللوعة، إضافة لما تحتله أو تمثله مصائب أهل البيت عليهم السلام بحد ذاتها، وتؤثر في النفوس تأثيراً بالغاً. من عام 1962 للميلاد كان يخطب تحت قبة الإمام الحسين وفي حرم الإمام الحسين عليه السلام إلى عام 1980. في ذلك الوقت، في تلك الظروف العصيبة، في ذلك التضييق الشديد إلى مجالس أهل البيت عليهم السلام، مو مثل الآن، يعني الخطباء عندهم الحرية والإمكانيات والسفر من وإلى كربلاء بكل أريحية وسهولة. ذلك الوقت غير، ذلك الوقت لم يكن في مثل هذه الأيام، ومع ذلك شق طريقه إلى خدمة الإمام الحسين واستولى على القلوب والمشاعر وجذب الناس إلى حيث رحاب أهل البيت عليهم السلام، حيث الدمع الجارية على مصابهم مصائبهم صلوات الله وسلامه عليهم. فجزاه الله خير الجزاء على ما قام به من خدمة لأهل البيت وللإمام الحسين عليه السلام. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحشره مع الحسين، أن يحشره مع أهل البيت عليهم السلام، وأن لا يفرق بينه وبينهم طرفة عين أبدا. كما لا ننسى إخواني المؤمنين من فقدناهم من إخواننا المؤمنين في الأيام السابقة، وخصوصا من قضوا بسبب هذا الوباء، أسأل الله سبحانه وتعالى لهم الرحمة والمغفرة ولذويهم الصبر والسلوان، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع البلاء عنا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات. إلى روح هذا الخطيب الحسيني السيد جاسم، وإلى أرواح موتانا، وإلى أرواح علمائنا، نهدي للجميع ثواب الفاتحة.